لكن عايز اقول لكم انه بمناسبه رمضان والامسيات الرمضانيه وحتى الدراما التلفزيونيه، امبارح كما لو كانت مباراه الاهلي وسموحه مقلب من مقالب رامز جلال. فريق ضاغط، فريق مستحوذ، فريق عامل افضل واحده من افضل مبارياته من فتره طويله، فرص كتيره عمال تضيع، وفي الوقت القاتل اللي انت باستمرار كنت تنتظر لحظه السعاده للاهلي يحصل المقلب الغريب جدا وسموحة يسجل بهدف يا باشمهندس. خطورة الماتشات اللي زي دي اللي بتبقى من جانب واحد انها بتخدرك. انت في الملعب بتبقى مش حاسس بأي نوع من انواع الخطورة وحاسس ان انت قريب جدا من المكسب، فتبتدي تفقد حذرك. ايوه الجون لا مبرر له. ايوه انت فاضل لك ثواني على اطلاق صافرة النهاية. ها؟ ف واحد اللي انت بتعتبره صمام امانك طلع ان هو عايز يلعب الكوره الطويله من ورا دون ان يؤمن او يخطر على باله لحظه ان ممكن الكوره دي ترتد عليه. فهنا المشكله. المشكله انك انت يؤتى الحذر من مكمنه. ايوه يعني صح صح. فعموما الماتش ده يا استاذ ابراهيم انا كان عندي اجتماع بره. مش عايز اقول لك اني ما اتفرجش عشان الاجتماع ده، انا رحت الاجتماع كنت عريس عليه عشان ما اتفرجش. عشان ما اتفرجش بتستغل لكن الوقت. لكن فوجئت ان بعد الشوط الاولاني بقلب كده لقيت التعادل 1-1، لكن لاول مره يا ربي احنا بنبقى كسبانين والطاقه السلبيه الى على السوشيال ميديا ما حدش عاجبه حاجه، لقيت الناس لا بنلعب حلو قوي باذن الله وبتاع، والشوط الثاني هنشوف جولين ثلاثه. كان في رضا على اداء النادي الاهلي. وبعدين خلاص الدقيقه 94 ولا حاجه و90 قفلت التليفون بقى وقاعد، الراجل جايب لنا الشاي. خسرنا كابتن، قلت له خسرنا امتى يا ابني؟ ده انا لسه قافل خلاص. الراجل ماسك الصفاره حصاف. قال لي لا ما هو جه جول. فعموما هي هزيمة هكذا يخسر الأبطال. وأنا اللي مش عامل لي إزعاج إنها ليست هزيمة مستوى ولكنها هزيمة ظروف. وأعتقد كلنا وأولنا الشناوي محتاجين عشان نخلي بالنا. لأن هي جت في لحظة يمكن تداركها أو في مسابقة يمكن تداركها. وأنت بس ضيعت قيمة الناحية الرقميه في فوزك على الزمالك، مش الناحيه المعنويه، انت كسبت الزمالك خلاص، لكن كان عامله لو كسبت كل ماتشاتك هتعمل لك فارق مريح. دلوقتي انت عندك 3 بونت لازم تحافظ عليهم، لكن انا شايف برضو ظروف قاسيه على النادي الاهلي جدا في عمليه ده جون الشحات اهو بيتذاع. يعني رضا كامل على الشحات امبارح. ايوه واخد بالك، ما هو احنا عايزين نفوق مع بعض. أيه. مش واحد يفوق التاني يهمل التاني ينزل. صحيح. الاصابات، الظروف صعبه على النادي الاهلي، الجدول اللي محطوط والله العظيم لو بتقول لواحد كيف تضيق على فريق ما يعمل هذا الجدول.